أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بحل 57 جمعية أهلية، منها 23 جمعية بالدقهلية و17 بالشرقية و6 بالبحيرة وجمعية واحدة بكفر الشيخ. وأوضحت والي أن حل الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون وقرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم. وأكدت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات، واختار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها.